Bécou. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله الفيديو مميز. غادي نتعلموا كيفاش ندربوا الطائر ديالنا من عيطولو يجي لعندنا إن شاء الله. نبدأ الفيديو ديالنا إن شاء الله. أتمنى تدعم القناة، دير سبسكرايب ودير لايك، ولا كانوا شي ملاحظات في آخر الفيديو خليها لنا في الكومنتار إن شاء الله. طريقة إن شاء الله سهلة. غادي نمد يدين ونشوف التفاعل ديال الطائر. نقرب يدين ونشوف الطائر. ممكن ما كتشوفوا الطائر. غادي نعاودو نرجعوه لبلاصتو ونديرو نفس المرحلة. نبعدو شي شوية، حاولوا نعيطولو بسميتو ولا بحركات كما كتشوفوا الطائر. الطريقة فعالة بدون يكون الطائر داز من مرحلة أكل يدوي. ممكن تشوفوا نعاودو نرفعو. في شوية من الفلاش. المرحلة التالية غادي نشدو بحال هاد الشكل. غنخليو العصفور ياكل، من بعد ما ياكل الطائر غادي نطلقوه بهاد الطريقة هادي كما كتشوفو. غادي نعاودو نفس المرحلة، نخليوه يتفاعل معاها كما قلتلكم ونعاودو نطلقو ايكو. بهاد الطريقة هادي غادي نكرروها عدة مرات حتى نشوفو التفاعل ديال الطائر على حسب الذكاء ديالو، على حسب السرعة التفاعل ديالو. ان شاء الله ندوزو للمرحلة التالية ان شاء الله، هي المرحلة الأخيرة. كتشوفوا يدي خاوية، وغادي نطلقوا الطائر ونشوفوا التفاعل ديالو، شوفوا واش غادي يجي عندنا ولا لا. بهاد الطريقة ليكو هاد الشكل هذا. ونعاودو نفس الطريقة كما كشفتو ما شاء الله. اللهم بارك الطائر تفاعل معانا وبقى ما عندنا حتى شي حاجة. بهاد الطريقة هادي ونعاودو بهاد الطريقة كيما كتشوفو التفاعل ديالو. نتمنى يعجبكم الفيديو ودعمو القناة بلايك وسبسكرايب، تلقاوهم لتحت ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.